الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، لكننا سنتحدث على الاستقراض في الباب 77 بعد 600، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. في هذا الحديث، في هذا الباب، حديث واحد، هو 77 بعد 700، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم عن الغزوة، هي فتح مكة. في مسلم تكلم على غزوة أخرى غير فتح مكة. قال: كيف ترى بعيرك؟ كيف حال البعير بتاعك؟ عامل ايه؟ وكان بعير جابر كان ضعيف متعب. أتبيعه؟ قلت نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. في رواية مسلم بتفسر هذا الأمر، يقول جابر: استشهد أبي في غزوة أحد وترك لي 9 من الأخوات، 9 أخوات ودينا كثيرا، و9 بنات محتاجين الإنفاق. ونادى المنادي للجهاد في سبيل الله، يبقى مدين وعنده إخوات والمنادي للجهاد في سبيل الله. وما عندي إلا جمل واحد ضعيف ما يستطيع الحركة، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. العلماء، الشيخ محمود محمد عمارة رحمة الله تعالى عليه، عميد كلية أصول الدين في المنصورة، عمل الحديث ده، حط له عنوان جميل جدا: الفقراء على طريق العزة. الحديث ده حط له عنوان فقراء على طريق العزة، وبدأ يفصصه ويفصله تفصيل جميل جدا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق، وهو عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكاية جابر. كان من السهل جدا ان يطول مال من بيت مال المسلمين ويديه لمين؟ لجابر، ويقول له استعن به على ايه؟ على حياتك. كان سهل جدا. او لو ان بيت مال المسلمين ما كانش فيه مال، لان ما كانش فيه غنيمه او فيء التي تاتي بدون حرب، كان ممكن يجمع من الصحابه، يقول لعبد الرحمن بن عوف او سعد بن الربيع او اي واحد من الصحابه الكبار دول اللي عندهم اموال. عثمان بن عفان، سعد بن الربيع مات في غزوه احد كمان، يجمع منهم مال ويدون. لكن ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يساعده، لكن بشيء فيه الكرامة، يحافظ على كرامته، يحافظ على كرامته. كان جمله ضعيف جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب القصواء، والقصواء هذه ناقة سريعة جدا، ناقة سريعة جدا. فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألجمها، يعني عمل لها بريكة، حتى صارت بحذاء إيه؟ بعير جابر. ثم غمزها، في رواية بمحجن، عصاية حديد كده معقوفة، وفي رواية أنه وضع إيده عليها. قال: فانتفخت. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ عمل معجزة مع مين؟ مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتفخت، يعني أصبحت قوية، وكادت أن تسبق القصواء. كادت، ده فعل شروع، يعني خلاص، يعني مش كده؟ لكن سبقت الإيه؟ الإبل الأخرى، سبق الإيه؟ الإبل الأخرى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني جملك. لاحظ هنا في موقف مهم جدا، ما كان يسيبه كده جرانك ويقول له بيعهولي، صح ولا إيه؟ مظبوط ولا إيه؟ الناس لما بيجوا يشتروا من بعض حاجة بيعملوا إيه؟ بيبخس فيها، مع إن ربنا بعت نبي لقوم عشان ما يبخسوش للناس أشياءهم. مظبوط؟ نبي سيدنا شعيب ده
عليه السلام عشان الناس بيبخسوا لبعض اشياء. احنا بنضرب مثال دايما لما بيكون واحد مثلا عايز ينقل من مكان لمكان وعنده فلوس، مثلا عنده بتاعه ديت يعني، جاب تلفزيون، جاب عفش كبير، جاب مش عارف ايه، وتيجي تبيعه لواحد صاحبك هيعمل معاك ايه؟ بربك كده يعني هيقول لك اشيل لك مثلا 10% واديك الباقي؟ ده اذا اعطاك 10% يبقى كويس، ده انت ممكن تديله ببلاش وتديله فلوس عليه عشان يجي ينقله من عندك. هذه مشكله كبيره جدا عند المسلمين، في ازمه، ازمه في تطبيق الاسلام، ازمه في فهم العقيده الاسلاميه. عدم فهم العقيده الاسلاميه مخليها الناس عندهم سعار مادي، سعار مادي. النبي لما ربى الصحابه 13 سنه في المدينه ما قالهمش صلوا وصوموا وزكوا، انما كان عمال يعمل معاهم ايه؟ يربط رباط العقيده في قلوبهم. ولذلك الواحد منهم كان بيعمل ايه؟ بيقدم بعد كده نفسه وماله وكل ما يملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. حتى لما مسكوا خبيب بن عدي وكانوا عايزين يصلبوه في التنعيم عشان يقتلوه، واحد من الكفار بيقول له: او ترضى ان محمدا مكانك صلى الله عليه وسلم وانت في وسط اهلك وعيالك؟ قال: والله ما ارضى ان يكون رسول الله في مكانه يشك بشوكه في قدمه، لكن انا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سببه ايه بقى؟ العقيده. انما انغماس الدنيا في قلوب الناس في الدنيا ضيعت من عندهم العقيده دي خالص، وضيعت من عندهم الاصل الثابت ان الحياه الدنيا كانها هي جنتهم، مع ان هي جنه الكفار، الدنيا جنه الكافر. انما المسلم دايما عنده ايه؟ عنده حياه افضل واسعد، حياه فيها سعاده لا شقاء فيها، وفيها شباب ما فيهاش هرم وما فيهاش مرض وما فيهاش موت، ما فيهاش موت. فقال له: بعني جملك يا جابر. قال: لا يا رسول الله، هو هبة مني لك. هو فقير مديون، عنده 9 بنات، لكن عنده ايه؟ هو ده فقراء على طريق الايه؟ العزة. الناس تقعد معاهم، اي حد يعني، خاصة الشعوب، اللهم صل على النبي عشان الناس ما تزعلش، تقعد معاه يبقى معاه فلوس قد كده ويعمل ايه؟ انت تقولوا ايه؟ بيقطع ايده ويشحف عليه، يبقى هين عليك تقلع له هدومك مش تديله فلوسك بس. مفيش حد بيحمد ربنا، هذه مشكله كبيره الا من رحم الله. لكن عامه الناس لما تقعد معاه يسمعك حاجات: اعوذ بالله، في ايه يا اخي؟ ربنا اعطاك من النعم، ما تقول الحمد لله. طب اعطيك عينين واعطيك مخ واعطيك لسان واعطيك ودان بفلوس كتير قوي يعني. تخيل واحد اعمى ما بيشوفش، وقلت له مثلا: انا هدي لك العينين، هدي لك عين وانت معاك 10 مليون، هيقول لك ايه؟ هيقول لك: خد ال 10 مليون ويبقى لك 10 مليون كمان لما يبقى لي عين. يعني انت غني، عندك نعم كثيره من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الصحابه لان العقيده كانت في قلوبهم مملوء حب الله سبحانه وتعالى ويقين ان هذه الدنيا مهما ملك فيها ستفنى وما عند الله خير وابقى، قالوا: لا يا رسول الله، هو هبه مني لك. قالوا: لا، صلى الله عليه وسلم، بعني جملك. قالوا: لا يا رسول الله، هو هبة مني لك، هدية مني لك. قالوا: لا. المرة الثالثة قال: أبيعه لك بشرط. قال له: الشرط إيه؟ قال له: أسلم لك المبيع في المدينة. ما هو المقاتل الدبابة بتاعته ولا الطيارة بتاعته ولا المدرعة بتاعته إيه في ذلك الزمن؟ الحصان أو الجمل أو الحمار، مش كده؟ مش الجماعة اللي راحوا يفتحوا مصر كان واحد اللي هو العاص بن وائل كان راكب إتان حمارة أنثى جاي من المدينة عشان يفتح مصر، يخلي المصريين يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تخيل أنت حمارة، راكب حمارة. دلوقتي اللي عنده عربية مش عارف إيه وبيعمل بيها إيه، والباقي أنتوا عارفينه. قال: أسلمك المبيع هناك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: وأنا أسلمك الثمن إيه؟ هناك. هو ده شاهد الحديث اللي عمله مين؟ البخاري. واحد بيشتري لكن ما عندوش فلوس يدفع النهارده، لكن ممكن يدفع ايه؟ بعدين، مش كده؟ اللي هو يسمى بالبيع بالتقسيط او البيع بالاجل، البيع بالاجل. طيب، لما وصل هناك جابر وصل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من فوق الجمل وربط جمله، ربط الجمل وقال: يا رسول الله، هاك جملك. لاحظ المبيع كان بايه؟ المفروض إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه. لكن الآية اللي بعدها قال إيه؟
فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الدنيا ما تنعدمش من الرجال، لأن كلمات الرجال كالعقد، إنما كلمات التانيين دول زي سحابة الصيف، أنتوا تقولوا ياكلها يحلف ويلحسه، مش كده؟ يلحس يمينه، يعني حتى ما حصلش معزة، مش هنقوله حاجة تانية، معزة معزة، عمال إيه يديك كلام ويديك وعود، تحس أنت بتتعامل مع مين؟ مع واحد مش موجود أصل، والعياذ بالله. إنما الإسلام غير ذلك، كلمة واحدة، نزل هناك ربط جمل، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا جملك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وقال أعطيه ثمنه. علماء بيقولوا 4 دنانير، وعلماء بيقولوا 4 دراهم، يعني مبلغ كبير جدا. هذا المبلغ يسد دين مين؟ دين جابر، ويصرف على أخواته، وبعد كده كمان يتجوز، يعني يبقى معاه فلوس يتجوز في ذلك الزمن يعني. ثم قال له وزده، مش اديله ثمنه بس، لا وزوده كمان. فأعطاه المال وزوده. جابر جاي يطلع من المسجد يناديه مين؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا جابر، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خذ جملك هبة مني لك. يبقى عمل معايا ايه صلى الله عليه وسلم؟ عمل له عمرة للايه؟ مش كده؟ بس مش اي ديلر بقى، ده ديلر الهي، ده سيدنا النبي، مش كده ولا ايه؟ 2، حل مشكلته مع المحافظة على ايه؟ على كرامته وعزته. 3، أعطاه الثمن، مش الثمن المناسب ولم يبخسه، لا ده زاده كمان. والأمر الأخير كمان، عارف إن المقاتل إيده ورجله زي إيدك ورجلك في البلد دي، السيارة مش كده؟ إيده ورجله، الدابة بتاعته، فقال هو هبة مني إليك. يقول لك سيدنا جابر كان ماشي طاير من الفرح. موقف عجيب جدا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا قال عنه في القرآن رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فماشي يكلم نفسه من شدة الفرح، قابله مين؟ واحد يهودي. طبعا دول عباد المال، عباد المال. قال له ايه بقى؟ قال له مالك مبسوط ليه؟ فحكى له القصة. قال له نعم، باعك الجمل بتاعه، بتاع اشترى منك الجمل بهذا المبلغ واعطاك زيادة، وبعد كده اعطاك الجمل؟ قال له اه. ما جابر ماشي فرحان بقى، مش واخد باله. الراوي يقول ايه؟ يقول فإذا باليهودي، لأنه عبد مال، يعمل ايه؟ يضرب على أفخاذه بإيه؟ بيديه. يعني ايه ده؟ ايه الصفقة العجيبة دي؟ المفروض احنا ناخد المال ده، يضرب على ايه؟ على رجله. هذه القصة في مسلم هي تفسير للقصة التي ذكرها الإمام البخاري الذي ذكرناها. لكن الإمام البخاري في هذا الباب تكلم فقها، مش تزكية للنفوس وأخلاق زي ما عرضناه. فقال إن هذا الباب يتكلم على جواز الشراء بالدين، الشراء بالدين. والعلماء أجمعوا على جوازه، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، طبعا بشروط أن يكون مستوفي الإيه؟ الأمور الإيه؟ الشرعية، مش كده؟ الأمور الشرعية. الأمر الثاني، إن الإمام أحمد استدل على جواز بيع الدابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، منها السيارة مش كده؟ بيشترط في البائع ركوبها لنفسه. واحد بيقول له إيه؟ أنا هشتري منك السيارة بتاعتك، لكن تسيبها لي، هسيبها لك شهر تركبها، أو أنا بيعك وتسيبها لي شهر أركبها. العلماء قالوا لا، لكن أحمد أجاز ذلك. واحد تاني عنده بيت، بيقول لك أنا أبيع لك البيت بتاعي، أبيع لك البيت بتاعي، ورأي أحمد هو الأنسب والأوقع يعني. فأنا بقول لك أنا هبيع لك البيت، لكن سيبني ساكن فيه مثلا 6 شهور قبل ما أعدل ظروفي، أو شهر أو سنة قبل ما أعدل ظروفي. الإمام أحمد أجاز ذلك، وإن كان بعض أهل العلم لم يبح إيه؟ لم يبح ذلك. المالكية قالوا بشرط أن تكون المدة جائز، بشرط أن تكون المدة إيه؟ قصيرة، يركبها شهر أسبوع، يسكنها شهر أسبوع كده. لكن عند أحمد الرأي فيه إيه؟ فيه أفضل. الأمر الثالث، مشروعية الدين عامة في الأمور التي إيه؟ بيشتريها الناس في البيوع. أصل العبادات غير المعاملات،
افقه هذا الأمر جيدا. العبادات توقيفية، يعني قال الله وقال رسول الله، إنما المعاملات بتدور مع مصالح العباد، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. لا، في كليات طبعا، في أسس في القرآن الكريم وفي السنة النبوية عشان الناس ما تنحرفش، لكن كل ما في مصلحة للناس في البيع والشراء، طالما أنه لا يخالف القواعد الكلية في القرآن أو السنة فهو جائز. ليه؟ لتسهيل وتيسير معاش الناس ومصالح العباد. هذا الحديث يدل على ذلك، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسر على جابر تيسير عجيب جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيسر على من يسر على الناس، وبيعسر على من يعسر على مين؟ على الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيسهل على الناس ربنا بيسهل له. إذا أردت ربنا يسهل لك أمورك سهل على الناس. وإياك، إياك أن تبخس الناس أشياء، إياك أن تبخس الناس أشياء. ولو علمت أن أخوك في ضر أو يعني في حاجة، بدون ما تحرجه نفسيا وبدون ما تمن عليه وإنت وحبيبي، ما فيش داعي. إنما إيه؟ فيما بينك وبينه كده بأسلوب ما يجرحش إيه؟ مشاعره. ربنا سبحانه وتعالى يقضي ديوننا وديونكم، اللهم أمين. ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم، اللهم أمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعمل تتكلم ليه بقى؟